الآن مع الجزء الثالث نتساءل من هو الله؟ انصحت هذه التسمية، قلت بأن هنالك فرق بين رجل دين وآخر، لكنهم لا يفترقون بين إلا في قدرتهم على الابتكار وعلى المنافسة ودحر خطاب رجل الدين الآخر. لهذا السبب تتوالد الأديان وتتشعب مكونات الدين الأساسية، دائما أن هناك قوة غيبية خارجية تتحكم بكل شيء أو قوة داخلية روحية يجب أن نرائها، وهذا الأمر موجود سواء من قبل، لأنه مو كل الأديان عندهم آلهة، مو شرط، ولا كل الأديان عندهم شرائع. الأديان مختلفة ومتنوعة وتختلف حسب المناطق وحسب الجغرافيا وحسب التاريخ، عوامل كثيرة. لكن أنا أقول الآن السؤال من هو الله، أو من هو الـ يعني الـ الكلي، أو الشخص أو الشيء الذي نشعر بأهميته بأنه هو الروح المطلق أو القضية الكبرى التي تفو أنفسنا إليها. أن هذا الإله الذي هو جمعي ليس بالإله الحقيقي، معنى أنه عندما يتخذ صفة الجماعية أنه الجميع يعبدون إله واحد، فهذا عن ذاك تحولت إلى أجيولوجيا. الله فكرة مفتوحة وفضاء شاسع، فالرجل الديني يدعي بأنه هو القيم أو الوصي على الناس وعلى الله، يعني من جهة هو يدعي بأن الله هو يقيم حق الله أو يحفظ حق الله، ومن جهة هو يفرض نفسه وصي على الآخرين، ولكنه في جميع الحالات يقول أنا لست بوصي، إنما أنا مجرد شخص عادي وإنسان طبيعي وكلام إنشائي متعارف عليه، ولكنه مفيد لأنه دائما نجدهم يتحدثون بهذه اللهجة الودودة اللطيفة، واللي يعني الصفصطائية المتملقة التي لا تنطوى على أشياء، مجرد تبريرات سمجة ورخيصة. الله ليس هذا هو اللي يلقنون عليه رجال الدين بالقوة، لاحظوا، إنما هو السيد لا مرئي المعلوم المجهول. ماذا أعني بهذا الكلام؟ أعني بأن الله هو ما أنت عليه أو ما أنا عليه أو ما كل واحد عليه. كل ما في الأمر أننا لا نعرف الطريق إلى هذا الإله الذي هو موجود داخلنا ونشعر بوجوده، ونحن كل إنه عندما نقول داخلنا لا يعني بأننا منفصل عن الخارج، إنما أنا كتلة واحدة معه، بدليل أنه أنا متصل مع المحيط سواء عن طريق الضوء أو طريق الهواء اللي يدخل جسمي أو الأكل اللي أتناوله وتواصلي مع المجتمع اللي يحيطني، فهذا عملية تواصل، يعني مو عملية انعزال كاملة، يعني جسدي لا ينفصل عن جسد الطبيعة. على كل حال نحن جميعا نعيش في رحم واحد، صحيح نخرج من رحم الأم، لكن أيضا هذا نخرج من رحم الأم ندخل في رحم آخر هو رحم الطبيعة، وهذا رحم الطبيعة لا نستطيع الحياة خارجه على الإطلاق، يعني المسألة ليست اختيارية، لا نستطيع، أنه ممكن تعيش خارج الطبيعة أو خارج الكون أيضا، يعني خارج الكون الفيزيائي وأيضا خارج الكون أو الطبيعة يعني الأرضية الخاصة. من هنا أقول بأن لا نعرف طريق الله، لأن هو متوحد معنا، متوحد مع الفكرة، مع الهاجس الذي يرقد داخلنا، فهذا لا يمكن أن تنفصل عنه، لأنه هو أنت. هل يرى أحد منا عيونه؟ لا يمكن. أنا الآن أرى، لا أستطيع أن أخرج منه. العيون وظيفتها أن تنظر إلى الخارج. لماذا تنظر إلى الخارج؟ لكي تكتشف المسافة الفاصلة بينها وبين المحيط. هذا المسافة هي المشكلة الكبيرة اللي يواجهها كل إنسان. المشكلة الهائلة هي هاي هنا. إحنا نرى انعكاس ذواتنا من خلال الآخرين. الآخرين وتصرفاتهم وحركاتهم تولد عندنا تجارب، وهذه التجارب تدخل تتحلل من خلال نظراتنا وحواسنا الخارجية وتدخل إلى يعني قاعدة عقلية دماغية هي، ولا عملية البروسيسنج معالجة المعلومات، وتطلع بها النتائج، وهاي كلها نتيجتها إنه يعني تتشكل من خلال ذائقتنا والأشياء اللي نحبها والأشياء اللي نكرهها والأشياء اللي نؤمن بها والأشياء اللي ما نؤمن بها، شخصيتنا وثقافتنا بالكامل، وثقافة هي الدين جزء من الثقافة،
وأيضا كذلك بقية القيم والأخلاق والعادات والتقاليد الأخرى. هذا يعني بأنه إحنا نرى كما يقول كانت، إحنا يعني ما لا نرى المحيط كما هو، لا نرى العالم كما هو، إنما كما نريد. السؤال الخطير الآن، من الذي يريد داخلنا؟ نحن لا نرى العالم، أكرر حتى تكون واضحة الصورة. كانت أثبت بالبرهان الفلسفي الدقيق الذي لا يقبل النقض، يعني منذ 200 سنة أو أكثر، قال بأنه نحن لا نرى العالم كما هو، إنما نراه كما نريد نحن، كما يشاء دماغنا، كما تشاء قدراتنا الإنسانية وحواسنا الخاصة. فهذا يعني سؤال، من هذا اللي يريد داخلنا؟ ما هو هذا الذي داخلنا الذي يريد أن يرى العالم كما يشاء؟ هنا يتوقف كانت وما يجاوب على السؤال، يقول هذا يسميه النومين، وهذا النومين ما عندنا طاقة ولا عندنا، وأصلا إحنا ما مصممين يعني فيزيولوجيا ودماغيا يعني كقدرات على اكتشافه، وحتى على أخذ أي فكرة عنه على الإطلاق. لهذا يقول لا أحد مطلقا يستطيع معرفة هذا النومين. ومن هنا مثلا يقال أن الله، حتى شيء بالشيء يذكر أن الله يقال بأنه هو ليس كمثله شيء. هذا أنا أقول صحيح، يعني هو شيء غير محدد وغير لا يمكن وصفه وتفصيله، لكن هناك أسماء وصفات له، وهناك نقاش هل هو مجسد أو مجسم، هل هو يعني روح خالصة، يعني أكو خلافات كثيرة، لكن هي كلها قام على فكرة. يعني نقاش أنا ما أشوف بجدوى، ولا نقاش بجدوى أيضا عندما أقول هل هناك إله أو لا يوجد إله. هاي أسئلة يعني إثبات وجود الله، يعني أعتقد مسألة يعني فارغة وما لها قيمة. لها قيمة فقط عندما تبتعد عن الجانب الديني. يعني ممكن يصير نقاش عقلي عن سبب الوجود والحياة والعالم وإحنا كبشر والحياة، يعني كل شيء السبب هذا الوجود بأكمله ممكن نسأل، لكن عندما نربطه بالدين تصير مسألة تفقد قيمتها، يفقد الله قيمته، يتحول إلى وظيفة، ويتحول إلى مسألة بها نوع من التفاخر ونوع من الاستغلال. يعني تصبح الفكرة كما قلت يسرقها الدين، والدين أول مرة الآن هو اسمه دين، بس هو مجرد سلطة خالصة. هناك الناس عندهم رغبة بالسلطة، سرقوا فكرة الدين، وأيضا بعد ذلك سرقوا فكرة الخالق أو الله، أو ابتكروها بعد ذلك، ابتكروا شافوا أنه الناس عندهم أخلاق أيضا سرقوا منهم الأخلاق والقيم الأخلاقية والعادات والتقاليد، وأخذوا منهم كل شيء، وبعد ذلك نسبوها لأنفسهم. وهذا طبيعة، طبعا هذا طبيعة بشرية، يعني لا يمكن أن نلومهم بها. يعني أنا مو قضية لوم أو تقريع لدور رجال الدين، لهم دور كبير طبعا، يعني مهما يكون لديهم جانب جيد في حفظ الجنس البشري، وكان في مرحلة كان دورهم مهم وضروري، لأنهم كانوا يوحدون الناس. لا يمكن أن كانت مجتمعات كما قلت أن تستمر بالبقاء بدون وجود رأي واحد ووحدة ونوع من التماسك بين الأفراد. المجتمعات هي اللي تحفظ، يعني اللي تحافظ على بقائهم، لها علاقة بالمبدأ الدارويني، البقاء الأقوى والبقاء الأصلح. ومسألة يعني أجي حلقة راح أخصصها خاصة على موضوع يعني الأسس البيولوجية للسلوك الديني والتجربة الدينية، هذا أعتقد راح أطرح به أشياء جديدة تماما غير مطروقة وغير ما شفت أحد باليوتيوب أو بالعموم المقالات اللي قريتها، ما شفت أحد بهذا التوسع، راح يكون أفكار جديدة تماما، وأتمنى تنتظرون على هذا الفيديو. قلت بأن الله ليس كمثل شيء كما تقول، يعني هذا صحيح، بس هنا أكو خطأ منطقي. ما هو؟ فأنت يعني أنت حين تميز شيئا بالغيرية، فأنت تؤكد الشيء، وإلا ما الحاجة للمقارنة أصلا؟ لو لم يكن شيء، أن عندما تقول ليس كمثله شيء، فهو أيضا المقصود أنه هو
هو غير الشيء لكنه يقرن نفسه بالشيء. فمسألة يعني غير صحيحة من هذا الجانب. وبنقاش فلسفي أو كلامي يعني دفاعي خاص بهذا الموضوع ما أريد أدخل به، بس لكن أنا أقول أنه الله ليس كمثله شيء بمعنى الآخر، معنى أنه هو المطلق الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل، وأنه هو الفرد القوي الذي لا نظير له، وأنه هو لكن الحقيقة مهمة. هكو خطأ كبير أنا برأيي أن الله ليس بالفكرة ثابتة. الله لا يمكن أن يكون ثابت، وإلا ما معنى وجود الثابت؟ هو الحجر، هو الشيء الميت، هو الذي لا قيمة له، أو الشيء لا، ثم ما في شيء ثابت بالطبيعة. إن كان الله خارج الكون فهذا موضوع آخر، لكن أنا كإنسان أريد أؤمن بفكرة الخالق، وأؤمن بأن داخلي هناك شيء متحرك، هناك ذات، وهناك صيرورة، وهناك حركة مستمرة، وهناك هوية بداخلي تتحرك وتتنوع. لا يمكن أن يأتي شخص ويجبرني على أن أكون هوية وقالب ثابت، ويجب أن أؤمن بشيء ثابت أيضا. هذه الفكرة كانت مفيدة يعني عند الإنسان القديم البدائي، لكن الآن ما عادت مفيدة، أو كانت نتاج حاجة بيولوجية ونتاج حاجة طبيعية لها علاقة بالأمان وغيرها، منها بالأمان وإحساس بالأمان ودرء الخطر على الناس. لكن الآن هاي انتفت الحاجة تقريبا. الآن مجتمعات مجموعة أفراد وليس مجموعة جماعات، المجتمع ليس مجموعة جماعات وعشائر وطوائف، لا، المجتمع مجموعة أفراد، ويسمون الأفراد مواطنين. كل مواطن إلى هويته الخاصة وإلى شخصيته وإلى اسمه وإلى إلى حتى دينه الخاص، أو إلى ما عنده دين أدى توجهه الخاص هو، ولا حق لأحد أن يدخل بشأنه، وهو إلى حقوقه يعني حقوقه تنتهي عندما تبدأ حقوق الآخرين. وهكذا تعيش المجتمعات. الله هنا يصبح تجربة حال تجربة الحب، يعني لا يمكن أن تقال ولا يمكن أن تشرح، ولا لأن هي أصلا خارج اللغة. عندما تقول الله كلمة أو مفردة فأنت تفسد فكرة الله، تفسدها. لهذا السبب يقول نقول لا يمكن أن تقول أن تطلق كلمة أو اسم على الله أو على الفكرة الإلهية، لأن هي هذه الفكرة عندما تطمغها بوصمة اللغة فأنت دمرتها، أنت خسرت الفكرة، لأن الله لا يمكن أن يكون محصور في فكرة أو في كلمة، مثل الله لا يمكن أن يكون محصور في صنم أو في حجر، لا يمكن أن يكون محصور في طوطم. هاي فكرة بدائية تطورت مع الزمن وتحولت، يعني عندما بدأت اللغة صارت اللغة الأدبية ولغة الكتابة بالقرن يعني القرون الخمسة قبل الميلاد، بدأت كانت الكتابة تحولت إنه صارت فكرة كتابة والكتاب وظهور أول كتب في التاريخ. فهذه ولدت فكرة بأنه الكتاب الشيء هذا ينطو على الأسرار كلها، وتحولت فكرة اللغة والحروف والأصوات والتقابل والأرقام، فكرة العدد والنغم في الفيثاغورسية تحولت إلى سحر أسود والسحر أبيض، وتقرأها بشمس المعارف الكبرى وهذه الكتب الخرافية. فتلقون هاي الأشياء تحولت فكرة الكتابة إلى فكرة سحرية، وأصبح الله، وبالتالي فكرة الأصنام الوثنية اندثرت، وبدت الفكرة اللغوية تسيطر على الناس كلها، بدت ولها علاقة بالسحر. عندما كان السائل عندما يقول كلمة أو يردد كلام غامض بطريقة ما راح مثلا تغيب الشمس أو يسقط المطر، فيعتقدون أكو على صلة بين الكلمات وبين الحوادث وبين الطبيعة، أو مثلا يسوون هاي حرس أو يعني كتاتيب ويحطوها تحت الباب ويقرؤون أدعية ضد بعض الأشخاص أو مع بعض الأشخاص. هذه كلها حولت الله إلى فكرة. هنا نفهم بأنه الله أصبح تحول من صنم أو متجسد أو كامن داخل الأشياء
اللي المقدس اللي أقوله أكو فرس لها، عندما يفرسها الإنسان البدائي يفرسها ويقول هذا الشيء موجود في شجرة، هذا الشجرة مقدسة وهذا المكان مقدس. هاي الظاهرة موجودة لحد الآن، حتى مجتمعاتنا يقدسون مكان معين أو يسوون عليه مرقد أو مقام أو شيء من هذا القبيل. وأيضا تحولت الفكرة من شيء طبيعي إلى شيء يصنع إنسان تمثال، ويقول هذا يجسد الإله وموجود داخل الإله، وإحنا نجسد هذا ونتحامله يا حتى نخرج فكرة الإله من الفكرة المجردة إلى الفكرة يعني الفكرة الملموسة كونكريت. فهذا القضية صارت تحولت، شلون تطورت فكرة الله، بعد ذلك تطورت فكرة الله وأصبح هو داخل الفكرة. وكيف حدث هذا؟ حدث هذا عندما انتبهوا اليهود إلى مسألة، عندما سبوا اليهود البابليين نبوخذنصر بالسبيل الثاني، سبهم إلى بابل، كان صلتهم مرتبطة بالإله يهوه، إلههم كان يعني موجود بهيكل سليمان، فحسوا بالضياع بأن هم إلههم على بعد 3000 كيلومتر وهم موجودين في. وهاي فكرة نبوخذنصر الأشورين قبل السبيل، انه يفصلون بين الانسان والهه الحارس، لانه الاله كان هو اله مدينه، اله محلي، فهو يحميهم هاي المدينه او اله شعب او قوم او جماعه. وهذا العلاقه بالمكان، لا سبب يقول ارض الله الموعوده. فالشعب اليهودي هو في ارضه، اكو صله بين الطرفين، فهي فكره خرافيه او اسطوريه. فالاله كان هو هذا اللي يعني الحارس مالتهم والحامي. عندما انفصلوا عنه، ففكرة الآشوريين ما كانت فكرة التوحيد أو فكرة أنه وجود إله داخل كلمة، أو الكلمة هو الله، هو الله ما يحتاج أنه يتحول إلى صنم أو يتحول إلى معبد أو مسجد أو مكان يزار أو مرقد أو هيكل ديني. فتحولت الفكرة، شوفوا شلون تحولت، أصبح الله في كلمة. كيف؟ عندما انفصلوا، وعندما حزقيال النبي حزقيال كان يتجول، كانوا يشعرون بالضياع أول سنة سنتين، ما أذكر بالضبط، بس هو أجا حزقيال قال، كان يتمشى بالأسواق، قال حلم وقال بأنه أنا شفت يهوه يسير معي في الحلم في أسواق بابل. فتلقفوا الفكر، قالوا أجا ورانا، إلهنا لحق بينا ووصل إلنا وأصبح معانا، إذن ما عندنا مشكلة، إحنا نذهب لأي مكان وسيكون الله معنا. إذن ماكو مشكلة، إنه مو شرط هو موجود هيكل سليمان في أورشليم، لا هو ممكن يتحرك، ليش ما يتحرك؟ إحنا تحركنا يجي ويانا، يعني هو صاحبنا هو إلهنا، فيجي علينا من أجلنا، لأنه أصلاً إحنا عندنا عهد بيننا وبينه، أكو عقد، مثل ما يسووا المسلمين عقد بينه وبين سورة التوبة، مع إن الله إنه على أن يكون لكم الآخرة وأن يبذلوا أنفسهم الأموال وهم أنفسهم، وعلى أن تكون لكم هذا عقد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يعني هذا نفس العقد، هو هي الفكرة العقد نفسها بين مجموعة وبين إله. فهذا الإله وظيفي، يعني هو يؤدي وظيفة، وأحيانا إن إذا ما أحسن هاي الوظيفة أو تشرد هذا الشعب يتخلون عنه، يعني كان مسألة طبيعية أو ما زالت طبيعية، يعني يتخلون عن هذا الإله، يقول لك والآن ما ممكن يتخلى عنه، لأنه صارت دخلت مؤسسات حكومية وتحولت إلى مسألة السياسة والسلطة، ومسألة معقدة مو سهلة مثل قبل، يعني قبل، يعني أقصد قبل الميلاد. فكان مرات أحيانا حتى بعض الشعوب تطلع تضرب تعاقب آلهتها لأنه لم تسمع الكلام ولم تنفذ وعودها، وأحيانا يطلعون بالشارع ويضربونهم بالحجارة ويجرونهم ويسحلوهم، يعني تمثال الإله والصنم. فهي الفكرة أنه هذه أنا اللي أدوصلها، وين أنه حزقيال تحول الإله إلى إله لغوي، وأصبح سجين اللغة وسجين الحرف، سجين الأصوات، سجين الترتيل، سجين النص. وهذا النص أين أصبح؟ أخذه الكاهن ووجدها بطريقة غير، يعني كأنما اكتشف معجزة، وتحولت هذه الكلمة إلى كلمة مقدسة تأتي من السماء،
ولا تدخل بطريقة يعني الكرة المغناطيسية، ما أعرف طريقة بمفهوم الوحي، ويجد مفهوم الوحي وتطور مفهوم الوحي من وحي هذا الحزقيال اللي كان يتمشى بأسواق بابل وشاف أو حلم بأن الإله هو لحقه، فتحولت الفكرة أنه الإله هو لحقه ووصل وأصبح يبعث نصوص، وتحولت الكتب من كتب عادية إلى كتب مقدسة، ومن مجرد مخطوطات أو صحف مكتوبة على ورق النخيل، على يعني صحف النخيل أو جلد الماعز، هذا تحولت إلى أنه شيء مسطور وفي لوح محفوظ وإله أرسله، يعني صارت قصة حلوة وجميلة وانتشرت ولاقت القبول، وفكرة ممتازة بصراحة، هي كانت فكرة جبارة، غيرت التاريخ بأكمله، وقالوا إنه خلاص ما دام الدين هو موجود، يعني الإله مو بالضرورة يكون داخل معبد، ومو بالضرورة يكون داخل هيكل، ولا بالضرورة، وإله موجود في كل مكان، وأيضا هو موجود في السماء ليس هنا، فإحنا أينما نذهب نأخذ فكرة الإله معنا ولا بأس. بقت طبعا الآثار القديمة أنه لازم مكانهم أورشليم، مثل ما بقت الآن كعبة بمكة وهالأماكن المقدسة، لكن بقى الفكرة الإله، وهنا بدأت دخلت صراع جديد ثاني، فتعقد موضوع الديني، صار أكثر تعقيدا من السابق. كان موضوع بسيط، مجرد صنم وحارس قبيلة معينة، آلهة محلية، تحول إلى إله في السماء، وما دام هو في السماء فالكل تحت السماء، يعني تحول من إله يهودي خاص بالشعب اليهودي إلى تحول إلى إله ما له علاقة بالمكان، هو في كل مكان، فإذن هو ممكن أن يكون سيد الجميع وإله الجميع. الفكرة تطورت والآن وصلت إلى فكرة أن الله، لكن بالحقيقة هذه الآلهة كلها هي تصطبغ بصبغة الإنسان الذي آمن بها، وهي الإله موسى هو إله موسى، ما لا يمكن أن تودي تسوي إله آخر يعني، وإله عيسى هو إله عيسى، وإله محمد هو إله محمد، إله زرادش هو إله أو نيرفانا بودا أو بودا نفسه كلمة بودا المستنير هي بودا، أن تصل إلى درجة البودا، فهم كلهم يعني عملية متقاربة. فأيضا ملاحظة أن تحول الله من إله فكرة كونية أو فكرة تشمل الجميع، تحول إلى فكرة خاصة بشخص وإلى اسم، يعني كانت الآلهة لا تعرف من ابتكرها، لا تعرف من قال مثلا هناك أشتار أو مردوخ، لا تعرف صاحب الفكرة. الجديد بهذه المنطقة أنه هو أنا أنت صاحب الإله الذي يبتكر إله ويبتكر النص مالته موجود ومعروف، ويدعي هذا بأنه هو مرسل من قبل هذا الإله، ومن رأى هذا الإله لا أحد إلا هو صاحب الشأن فقط، ولا أحد يعرف هل إنه رأى هذا الإله فعلا، هل هو متوهم، من قال بأنه هو فعلا رأى إله، يعني حتى لا صدقناه فهو ممكن هو متوهم، يعني هاي واحدة من الأفكار اللي يعني. فعلى كل حال اللي أوصله وين بالنتيجة، إنه الإله أصبح فكرة، وهاي الفكرة أصبحت مسجونة داخل اللغة وأصبحت مفرد الإله، إما باسم إله أو إيل أو الله أو المسيح أو مشيا أو يهوى، وهذه صارت هي أهورا مزدا مثلا عند زراشتي وكثيرين يعني عند المندائين أيضا، فتحول إله إلى كلمة. هنا ندرك سر أنه عندما شعروا دول الأديان الجديدة الطالعة الفوارة هاي، شعروا بفكرة عظيمة وكبيرة وخطيرة، فرأوا بأنهم تميزوا بدرجة خطيرة عن الأديان السابقة. هنا بدأ الفصل بين ولد العصر الحديث أو بدأت عصور ما بعد الميلاد، أو هي فترة الميلادية، هنا بدأ الفصل من القرن الرابع الثالث بعد الإسكندر، أجب فكرة الحكومة العالمية أو الدولة الواحدة أو الأمة الواحدة أو الشعب الواحد، وكان يحلم بأن يكون قائد البشرية كلها، فتحولت وجدت وهي أجت تلاحمت معها، وأيضا تلاحمت مع فكرة أفلاطون بوجود مثل عليا
موجودة بالذاكرة، وهاي المثل اللي علينا نتبعها جميعا، توحدت كمله وتحولت المسألة صارت لغوية الصرف. المثال هو مثال لغوي بكل أحوال، الخير هو مثال يقول هناك موجود في مكان ما المثال، وهذا أكو نسخة من عندنا موجودة بعدنا بوعينا وشخصيتنا بداخل الإنسان، هذا المثال إحنا نريد نطابق مع هذا المثال، وهي مسألة لغوية. يعني الإيديال هو لغة أيضا، فتحولت اللغة مع المسكدة المقدور السياسة من الفلسفة إلى سياسة عقل سياسة، صارت إجت منطقة الشرق الأوسط أو منطقة الشرق الأدنى، وأصبحت وجدت هاي فكرة الحزقيال في الذي كانت مشى في أسواق، وإجا بعد ذلك إشعياء الثاني، توعدت هاي المسألة وأصبح النص هو المقدس، وأصبح الله هو الفكرة المقدسة اللغوية، وهذه كان لها سبق كبير وكان لها وطأة كبيرة. والمهم تناسلت الأديان ووصلت وصار الله هو، يعني تحول من تجربة روحية معنى الكلمة، تجربة ما بها مو تجربة غير لغوية، تجربة لها علاقة بالإحساس بالذوق، الإحساس بالشعور، العلاقة بالوجدان، تحولت إلى مسألة لغوية يتبارون في الخلافات ما بينها، وهذا يقول هذا النص كذا يقول، وذاك يقول النص كذا يقول، وأنت تفسيرك غلط، وهذا يقول له تفسيرك صح، وهذا تفسير باطل، وطلعت صارت لك علوم، كل واحد يقول هاي علمي هو أنا العلم الوحيد الصحيح. فإذا أقول إحنا هل يعني أي إنسان يعتقد بأن الله محصور في كلمة ويرسل تعليماته في لغة، أي لغة كانت إن شاء الله، أعظم لغة بالتاريخ، أعظم لغة بالبشرية، فلا يمكن إله أن ينزل مستوى ويرسل كلامه عبر لغة مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة، وهذا شيء خارج المنطق. يعني أي شخص يؤمن بأن الله أرسل كلامه هذا شيء غير ممكن، يعني حتى ذا يترجمه يفسد، الترجمة تفسد أي شيء. يعني هل يعقل الله عنده لغة؟ فهاي اللغة هو هي لغة أصلا موجودة للتواصل، هي لحل مشكلة التواصل بين الأفراد بين الكائنات، فهي أصلا هي حل مشكلة، هي اللغة بحد ذاتها هي موجودة يعني لحل خلل في العلاقة بين الأفراد وبين داخل نوع أو داخل جنس معين أو بيولوجي معين، فهذا هو خلل. فأنت كيف ممكن أن يجي المطلق الثابت الذي لا ليس كمثله شيء يستعين بشيء أقل منه مرتبة بكل المراحل بكل المقاييس؟ فإذا هذا أول مغالطة كبرى، وقليل يعني ما قاريها أنا، هسه جتني الفكرة يعني فقط. فإذا اللغة أداة فاشلة بامتياز، ولا يمكن لربع إله وليس إله حقيقة أن يعتمد عليها، ولأن لا يمكن أن إله أن يتحدث عن نفسه، يعني أي إله يتحدث عن نفسه هذا يفقد صفته كإله. ما أقول يعني إله يتحدث عن نفسه، يعني تخيلوا الآن مثلا شخص مثل السيستاني فرضا، شنو أهمية السيستاني؟ يعني هو مجرد رجل دين كبير، لكن شوفوا الهالة الكبيرة اللي حوله، لأنه يرفض الخروج، خليه يطلع، خليه يشوفوا الناس، خليه يحكي، خليه يسمعوا صوته، فمرة مرتين إنسان عادي، تروح الهالة مرتك بأكملها، فهو إله قيمته في غيابه وعدم وجوده، هي قيمته، هي هاي عندما إله يبعث كلماته يبعث نص فقط قيمته، لكن إحنا نتوهم إنه هذا شيء عظيم، لكن عندما مجرد أن شوي نرفع الهالة القداسة راح نفهم إنه قضية بالعكس، يعني بعد يعني أقول كلمة سيئة. المهم هؤلاء جعلوا من سرقوا فكرة الإلوهية، وهؤلاء وهذا معناه أنهم أناس مزيفين، وهؤلاء يعني هم يدعون كلام الملغز، وهي جزء من هاي العملية قلت لكم بها مال السرانية أسرار الكبرى، وأنه رجل الدين هو هذا مبجل وأكو هالة حول رأسه، هاي كلها تبطي نوع من الغموض والهيبة والسرانية أو الجوانية أو يعني شيء من هذا القبيل، فهذا كله تطرح للناس البسطاء يعتقد بأن هذا شخص غير طبيعي أو خارق أو
مقروء عليه أو مرسل من الله. مهم هذه فكرة كلها سببها ماذا؟ سببها أنه جعله من الله تمثال لغوي وبنوا له معابد، وهاي المعابد ندخلها حتى نحني أمامها. وهذا ابتذال للفكرة واستثمار بشع بشع جدا معنى الكلمة لها. والمدرجة أنه هذا الاستثمار عندما تطور واختلف رجال الدين قالوا التماثيل كما قلت مرفوضة. فهو بدلا من يطلقوا الصراحة الله من الحجر وضعوه في ما هو أخطر كما قلت، وهو حجزوه في كلمة وخلوه بآية مقدسة واحتفظوا بهاي الآية المقدسة أما في جيوبهم أو في كتاتيبهم الصفر أو في رؤوسهم وحفظوها للناس الآخرين. وهذا اللي حدث بالكنائس والمعابد والجوامع، جاء الله كلمة معتقلة فارغة من المعنى، والويل لمن يحاول التقرب إليه. أصبحت الفكرة سلاح يذبح باسمها الناس ويكفرون ويشردون ويستثمر ويستغلون. تحول الإله هكذا إلى كائن مقيم في السماء، وعلينا أن نتوسل له ليل نهار لكي يمنحنا الخير والصحة والبركات والآخرة السعيدة في العالم الآخر. كل ما حصلناه وماكو أي شيء ماكو. كما قلت هاي الصورة الوحدة كفيلة بأن يعني عندما أسمع الملحدين أقول والله حقهم، يعني هاي الصورة اللي يصورون بها الإله يعني الصورة لا تدعو للفخر، وحتى الدفاع عن هذا الإله الديني هو دفاع يعني بائس ومخجل من أسماء المدافعين عن هاي الفكرة. فهم بالحقيقة ما يدافعون عن الفكرة، يدافعون عن مكانتهم بالمجتمع، يخافون على سمعتهم على وضعهم، فيمارسون نفاق. أصبح النفاق نوعين، يعني يكون نفاق واعي ويكون نفاق غير واعي لا واعي. فيبدو فرويد كان غلطان يعني عندما قال هناك الإنسان واعي ولا واعي، جزء بجزء واعي جزء لا واعي. احنا عندنا نفاق واعي وعندنا نفاق لا واعي، فالأغلبية عندنا نفاق لا واعي بقضية ما يتعلق بقضية الدين والإيمان بالدين وإله الدين. كما قلت أن الإله الدين هو ابتكر الإله، وليس الإله هو اللي أرسل الدين، الدين هو اللي رفع شعره. قلت حتى أختم هاي الصورة، قلت أنه هاي الصورة واحدة كفيلة بأن يلحد بها الملحدين وأنكر وجود الله بالتالي. وهذا لأن بس هم يبدو هم أيضا انطلت عليهم اللوم، لأن هم صدقوا أكو علاقة بين الدين الموجود أو الشائع أو الموروث والله كفكرة عظيمة. يعني المتدينين على خطأ والملحدين على خطأ، والمفروض هو ماذا؟ المفروض أن يتحرر الجميع، وقبلهم الله نفسه يجب أن يتحرر للخاطفين أو يعني أهل الحكم والسلطان أو من يسمون أنفسهم أولياء أمر، وهم لا يجرون أمر ولا هم يستثمرون الأمر، يستغلون الأمر ولا يقدمون أي شيء بالمقابل. الأمر هو أمرهم فقط، الناس ما يفهم ولا تدفع الثمن فقط. أنا قلت يجب أن يتحرر الجميع، وحتى نتذكر أن الله ما نعرفه بالتوسل ولا الصلاة ولا بالدعاء، إنما نعرفه بالوعي والمعرفة والتأمل. فبهذه فقط الأشياء نستطيع نندل الطريق أو نعرف الطريق. الصلاة من هنا تصبح حوار بين طرفين، وطرفين ليس منفصلين، طرفين يكتشفون بعضهم، هم متلاحمين، لكن مجرد بالعكس هو يعيد الصلة بين هاي الطرفين المنفصلين ويوحدهم، ويحاول أن يرفع غشاوة الأفكار والمخاوف البشرية والأكاذيب والتفيقات عن زكاهن، ونكتشف الحقيقة مع أنفسنا مباشرة. وقول أد هذه اللحظة يعني يعني أنا من أشوف الناس يصلون أقول هذا ليش يصلي؟ يعني هو يردد كلمات أمام إله، هي الله إله أرسل هذه الكلمات هو يرددها كما هي. يعني حتى صلاتنا مو طبيعية، أنا أقصد صلاة المسلمين صلاة غير طبيعية ما بيها معنى وما يعني فارغة. يعني أنت هو إله أرسل كلمات، أنت تقرأها لها من جديد شنو؟ وتروح تشتريها من السوق، يعني أكو كتاب تقرأها وتحفظه وتدلو هذا الدعاء. أنت وينك؟ وين وجدانك؟ وين ضميرك؟ أنت غير تتحدث مع إلهك بأريحية،
يعني لكن إذا ما يستمع لنجواك إلى إلى يعني مشكلتك الخاصة، فشنو الجلوة؟ ليش تعيد لك كلام هو أرسله لك؟ على كل هذا موضوع ما أدخل فيه وايد. أنا أقول هاي الطريقة عندما يكون حوار مع الله بهذه الطريقة حوار خالي من، يتخلى عن المعابد ويتخلى عن الأكاذيب، هنا راح يكتشف الإنسان كنوز من المعاني، يدخل فقط إلى داخل روحه ويتذوق هذه المعاني ويتذوق طعمها ويتلذذ بمتعة الاكتشاف والبحث. بهاي اللحظة راح يدرك سر هذا الكون ويكتسي كل شيء يشوفه، بهالة تشع حياة وحبور وجمال. يعني ممكن واحد يقدر يتجاهل على انه ما يتمتعون بهاي الروحية، يعني ممكن يتفهم ظروفهم بس ما ننسى ان ندافع عنهم، فهم في كل احوال سجناء ومساكين. انا اعطف عليهم اقول، او احنا علينا جميعا نعطف عليهم ونحاول ناخذ بيدهم، يعني مثل ما ياخذ الطبيب مرضى ويراعيهم بدلا ما انه يعني يوبخهم او يحرجهم او يعني ما ادري يجرأ يقول كلام تجريح ضدهم ويحسسهم بالذنب والخطأ. هذا وهذا طبعا هذا اللي فعله كهنة، يعني هاي واحدة من الأشياء السيئة جدا اللي بها استثمار وابتزاز، ابتزاز للناس، ابتزاز سمج ما لا يوصف. انه كيف ممكن انت انسان متعب وجاهل وضعيف ومنتهك حقوقه، انت تيجي توبخه وتقول له انت ما تسمع كلام وانت وتحسس بالذنب؟ يعني ما اعرف شلون اوصفها، لا يمكن ان اي شيء يبررها، لا يعني ذره اخلاق ما بها. اسمع خطب على المنابر كلها انتم كذا وانتم مقصرون واستغفروا واخطا، هو ما يستغفر لنفسه، هو كل اخطاء من فوق الجو، مجرد يكرر كلامه لكن هو يطالب الآخر. معناته يعني واضح الفكرة، ما كده هذا الفرق بين اللي ما يفهم هاي المسألة إنه هو بعد هاي شو يسوي. يعني أكو فرق بين المتنور وبين بالتالي أقول الإنسان العبد مو إنسان حقيقي، ولا لا هو ولا إله، اثنينهم عبيد إلى العادة، الحكم العادة، عبيد للتاريخ، عبيد للأخطاء، عبيد للجهل، العبد والمعبود اثنينهم، يعني هما نتاج جهل ونتاج تخلف وبدائية وتفكير بدائي، ويعني نتاج سلطة ورغبات سلطوية غير نزيهة في كل أحوال. أن هذا الشخص هو الإنسان ومغيب ومسحور، كما يقول ماكس فيبر، يقول لها فرق بين الحداثة وما قبلها بين تاريخ الإنسان، أنه الحداثة أتت ورفعت الجانب أو السحر عن كاهل البشرية والعالم، فهذا السحر الجانب سهلت الآن الإنسان اكتشف إنه هذا الجانب الطقسي أو المقدس الرفع، وبدأ الإنسان يحاول يكتشف ويشوف الأشياء كما هي بطريقة علمية دقيقة لا تتأثر بالادعاءات والأكاذيب والأوهام والأساطير. أقول الإله الثابت من هنا إله معتقل، الإله الثابت هو الإله الحقيقي، الإله معتقل، ويطلق يعني أطلقوا علينا إله ثابت جعلونا نؤمن به ونسينا الإله الذي المتحرك الذي لا يعرف التوقف، لا يعرف الثبوت، دائما متفاعل معنا وإحنا متفاعلين معه، ودائما هو حاضر وننهض به. خلونا ننسى هذا الإله الحقيقي اللي هو موجود بداخلنا، حاولوا وقتلوه ويقاومونه ويدمرونه لصالح إلههم الثابت. ثابت، لاحظوا الثابت، لماذا ثابت؟ حتى هم يثبتون كل حقوقهم وكل سلطتهم علينا، لأن هو ما يريد ثابت. هو ليش يكره متغير رجال الدين والسلطة؟ متغير يعني معناته هو راح يتغير، فإذا المتغير مرفوض لهذا السبب يشوفون إله الذي ابتكروه واخترعوه إله ثابت، يقول لك النص ثابت، لا تتجاوز على الثوابت، تروح يقول لك ثوابت الدين، كل شيء ثابت. فما معنى هذا؟ ليش هاي الثبوت؟ هذه مسألة تثير غيبة، وأنا أدعو لأنه ممكن واحد يسوي يألف كتب عنها،
يعني الباحثين ممكن يأخذون هاي الفكرة فقط يألفون من الكتب والموسوعات عن الثابت والمثبت في التاريخ يعني العربي الإسلامي أو بشكل عام البشري. أنا أقول الله معتقل ويجب تحريره من عقدنا النفسية والدينية، ويجب أن نجعل إلهنا حرا في أن يفعل ما يراه مناسبا له ولنا. الإله الثابت بالتالي هو أسطورة، ولو صح أنه ليس هكذا فلماذا ندعو له؟ يعني ليش ندعو إله إحنا نشوفه ثابت؟ الإله الثابت هو أسطورة كما يقال لا تحيطه المعاني، لكنه بنفس الوقت يقول لا يعرف التغير ولا يعرف الفساد. حيران هو كل شيء، يعني لا هاي ولا هاي. فإذا إذا قلنا أنه الإله ثابت وسرمدي وأبدي ولا وليس كمثله شيء، فهذا يعني أوكي موافقين. هذا زين، ليش تدعو لهذا الثابت؟ ليش الناس تدعو وتقيم صلوات وتتوسل وتنتحب وتتقرب إلى الله؟ ليش؟ إذا هو ثابت فهو معناته ما راح يتغير، يعني أنت مهما فعلت فلن يتغير ولن يعني شو اللي يسوي لك؟ أنت تقول ثابت وأنت تتوسل به، زين ما يخالف. إذا قلنا هو أكو رأي هم التومال كويني يقول لا أوكي، يعني هو الفكرة بأنه هو الذي يتغير أنه مكتوب منذ البداية أنه إحنا عندما ندعو فالإله سيستجيب لنا، لا بس هاي العملية بأكملها هي ثابتة منذ البداية، يعني من اللحظة الأولى كل هاي العملية ثابتة. وأنا أسأل يعني يعني شنو الفائدة يعني؟ إذا قلت إنه هو يعني ثابت وغير يعني هي مسألة محفوظة مسبقا فما جدوى الدعاء، يعني إذا العملية نسش يعني ما جدوى. أنا أوكي تقول تدعو بس هي موجودة سابقا يعني النتيجة معروفة، فهي ما جدوى أنت يعني بالحالتين ما ترهم. أتمنى تكون الفكرة وصلت. القصد أن الإله ثابت أسطورة هدفها فرض سلطة وسيطرة المستبدين والطغاة بالتحالف مع من يسمون أنفسهم رجال دين. هذه الفكرة اليوم أتمنى أكون أنه ما طوّت عليكم، هاي أكثر من حلقة. راح أنا بعد ذلك راح أتحدث عن براهين وجود الله، وسأحاول أن أقدم كل النقاشات اللي صارت حول براهين أو عدم براهين وجود أو عدم وجود الله، و أتمنى أكون أحسن ظنكم وقدمت لكم مادة مفيدة، أو على الأقل سواء قبلتم بها أو رفضتم على الأقل ممكن أن نكون نقاش حولها. وشكرا جزيلا ونشوفكم خير. رمضان كريم جميعا.